طيب، أول خطوة إنه يكون عندنا تسجيل الدخول، لوجن. جميل، حيكون عندنا تسجيل الدخول لوج. جميل، لوجن هذه تسجيل الدخول صفحة عادية يسجل المستخدم عن طريقها الدخول. سجل الدخول هنا اسم المستخدم كلمة المرور ويسجل الدخول على النظام. جميل، لأنه احنا عندنا للمستخدمين ثلاث حالات في النظام: مستخدم زائر اللي هو ما دخل لسه، فهذا مو من حقه ايش يضيف مواضيع ولا يضيف ردود، فقط يشاهد. مستخدم عادي اللي هو مواضيع وردود. مدير اللي هو له كامل الصلاحيات. فإذا ما سجل دخوله يعتبر زائر. إذا سجل دخوله إما يكون عادي أو يكون مدير، وبناء عليها من المعلومات اللي في قاعدة البيانات نعرف إحنا كأنه عادي ولا كأنه مدير. فأول خطوة حنسويها تسجيل الدخول للنظام، تسجيل الدخول للنظام على أساس يميز لنا هل هو عادي أو مدير، لأنه إذا ما سجل حيكون زائر. بعد ما يسجل الدخول خلاص، ونفرض أنه كان مدير، تظهر له جميع الأشياء اللي تخص المدير. إذا كان عادي يقدر يظهر له إيش؟ يظهر له فورم الإضافة، يظهر له فورم التعديل، أو عفوا فورم الرد بالشكل ده. فبناء على تسجيل الدخول نعرف إحنا المستخدم الحالي، نعرف المستخدم الحالي. فأول عملية حنسويها حنشوف اللي هي اللوجين. اللوجين بعد ما يجلس في النظام حيكون عندنا اللوج اوت، يعني اللي هو لوج اوت. اللوج اوت هو عكس العملية دي، يسجل خروجه من النظام، يرجع يعني كأنه زائر، يرجع كأنه زائر. فهذه العملية الأولى. احنا الآن نبغى نعرف كيف نتعامل مع اللوجين، كيف نتعامل مع اللوجين. حنشوف كيف برمجياً.